هذه كلفة الأنبياء اللي تمثل هاي الفقرات بالكامل، تمثل 80% من كلفة الأنبياء، 80%. نسبة الأرباح صاحب المولدة هي تمثل 20%. احنا دائما الأنظار المسؤوليات تتوجه على هاي 20% اللي تنخفضها، وما حد ينظر على هاي 80% اللي هي الجزء الأكبر اللي يتم من خلاله خفض سعر الأنبياء. يعني لو نفترض مثل ما أقول البقال، طبقة البيض لما يجيبها 5000 دينار يبيعها 5.5، جاب 6000 دينار يبيعها 6.5، يعني نسبة الأرباح ثابتة، نسبة الأرباح ثابتة صار المولدة. يتم خفض سعر الأمبير من خلال هذه الفقرات اللي تمثل 80% الجزء الأكبر للمولدة. يعني ارتفاع سعر الأمبير حدث بسببين، السبب الأول هو عدم دعم صاحب المولدة، عدم دعم صاحب المولدة حتى يتم خفض سعر الأمبير، والفقرة الثانية اللي من قل تجهيز ساعات الكهرباء الوطنية يقابلوا ارتفاع في تجهيز المولدات للمواطنين، عدد الساعات يعني مثلا من 100 ساعة وصل إلى 270 ساعة، هذا اللي رفع سعر الأمبير. أو المولدة إذا ما تم دعمه مادة الغاز وايل يتم خفض سعر الأمبير. صاحب المولدة نوضحها المواطنين الأعزاء مدينة الموصل غير مسؤول عن ارتفاع سعر الأمبير. يعني اليوم صاحب المولدة يجي يقدم على عدد ساعات ماله 270 ساعة، شغلها الرجال، قدمها إلى محافظة نينوى لجنة المولدات، لجنة مختصة بتحديد سعر الأمبير، يحسبوا له هاي عدد الساعات اللي شغلها 270 ساعة، بالتالي ينطوا استمارة زين حسبوا له هي 13.5، يعني ما دا ياخذ بكيفه أبو المولدة. يعني اللجنة الموجودة هي دا تنطي هاي الأسعار، وإحنا اليوم هنا سوينا رسم توضيحي كامل لكلفة الأمبير و الكلفة الثابتة والمتغيرة ونسبة الأرباح. أولا الوقود ما يكفي، يشغل ما يقارب 10 أيام، 10 لتر على الكيفي، 10 أيام يشغل صاحب المولدة، يبقى 20 يوم تقريبا صاحب المولدة يتجهز من الوقود التجارية. يعني الدولة ده تنطي 10 لتر على الكيفي يشغله تقريبا 10 أيام وب400 دينار، يعني ما مدعوم، ما مدعوم. فإحنا نطالب إنه يزيدون هاي الكمية حتى تكفي صاحب المولدة تغطيه شهر كامل، وإضافة إلى خفض السعر. يعني السعر مشكلة، 400 دينار يعني ليش ما يسووا مثل أسوة بالغاز الأبيض 150 دينار. يعني أنا مسؤول عن كلامي، سعر الأمبير ما يتجاوز 8000 دينار بأسوأ الحالات. نطالب السادة المسؤولين والسيد المحافظ السيد عبد القادر إن شاء الله نترجى به كل خير لهذه المدينة، أولا أن يخص لنا رئيس لجنة للمولدات بالمحافظة يعني متفرغ للجنة المولدات، يعمل على تخفيض التكاليف والمطالبة بدعم أصحاب المولدات بمادة الغاز وايل، ليتم بالتالي خفض سعر الأمبير على المواطن. يعني إحنا اليوم هذه التسعيرة يعني الظروف المعاشية للمواطنين والله غالية، صحيح إحنا وياه، بس صاحب المولدة ما مسؤول على الارتفاع، ما له ذنب بالارتفاع سعر الأمبير. ادعموه، أنا أقول لك وقف لك يوم مسؤول عن كلامي وأمام قناتكم، يتم خفض سعر الأمبير إذا ما تم دعم صاحب المولدة بالوقود وبهذه الجبايات. والله إذا يدعمونا بالحصة مال الغاز زين شيء عادي راح ينزل سعر الأمبير. دعم ماكو، يعني الحصة مالته ما تكفينا أسبوع على هذا التشغيل. الحصة المقررة. الحصة المقررة إيه ما تكفي أسبوع. والله سعر الأمبير هو طلع 14.25، ضافوا 2000 على شهر الجاي 12.25 على السعر. والله إذا يصير تجهيز بالغاز أو بالوطني شيء عادي راح ينزل سعر الأمبير، ينزل إلى 8-7 مثل الأشهر الماضية. والله هاي مال مشغلين الدهن الغاز عطلات على هذا التشغيل 286 ساعة هذا الشهر الفات، يعني حاله حال الصيف. الانقطاعات دق انقطاعات هذا الشهر. طالب السيد المحافظ المسؤولين طالب بالحصة مال الغاز بتجهيز الوطني.